الأعمدة التي يقوم عليها بناء الإسلام. يعني لو أسقطنا هذه الأعمدة انهار هذا البناء. الأعمدة التي يقوم عليها بناء الإسلام الصلاة. الذي يترك الصلاة كافر. Zani ni ulana pray zai mana solat nas mana terangkan solat dia mani bermaha pini Islam azera zai. As-salah awalan tubgidak an al-fahsha al-munkar. Ni puna mana solat nambah dia mana laf. Ulana pray zani amrah smith teras manzara. Taj'al bainan ijtima'. Ni puna mana solat dia matunga di bawa pini Islam hitambat. نتفقد المرضى. زانو رفتشيكا منو صلاة مسجد زان فتحيت متيتشيكا رحيشيكا ويان مرارنا يان سلام. الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من الرجال هذا منافق. أريا نيت شانو منو صلاة ميركم جماعة زان وانشيكا لله زان تيا نتاركت كيل كيل مريتك تسران بلاتي نمارا زيران. أو مرأة لأن المرأة لا يجب عليها حضور الجماعة. كان في فافوسن سفوتير ذا رفا من الصلاة كسمت من ده مسكين. إذا لابد المحافظة على الصلوات الخمسة المفروضة في المساجد. كا تكلم لنا نبارة دي ميل ميز غزانة من تطير من الصلاة إن دي مسنا عنده أن المسكين. عندما تدخل تدعو الله سبحانه وتعالى عند دخول المسجد وعندما تخرج تسأل الله من فضله يرزقك الله سبحانه وتعالى. إذا نكرنا برا رفاهية نات موسكي حنو هيت نصلا دمغاتك لإندفون الله سبحانه وتعالى فملاكيل في رفاهية مبوغي دمغاتك من الله ورتم الله على صاحو لي فحصواب نور لرزق زنان زارما سوان تكو زنان غطاري فمبوغن موسكي وكان مصلا. نعم.